السلام عليكم اختي جمانة، نتمنى تكونوا ارتحيتوا شوية. شنو نقول لك؟ واو واو، داكشي تبارك الله رائع رائع. شكرا بزاف ليك والليكيب ديالك، الوليدات اللي معاك تبارك الله عليهم حتى هما، والزوج ديالك. يا يا نادية، كوتي بروفيسيوناليزم، لي زيدي ديالك، تي اون جيني تبارك الله عليك. تبارك والله العلي العظيم tu nous as fait vraiment vraiment plaisir, on est très content. قلت لك سارة الى ميم البارح بكات والله العظيم, elle était très زعما شوكي مي دون لو بون سونس. احنا زعما ما تصوريش الفرحة اللي دخلتي لنا في الدار. والله شكرا اختي بزاف من القلب, والله يكمل عليكم والله يزيدكم, تمنيتكم زوينه وكتخدموا بالنيه. ما كاينش جو بونس قلال قلال اللي تلا كانوا قلال بحالكم. الناس اللي كيخدموا بحال اللي كيخدموا روسهم, فهمتي؟ سا سو فوا هذاك لو ترافاي كي في باغ امور, وهذا سا سو فوا. المهم اختي اون ريزومي شكرا بزاف, ارتاحوا وان شاء الله. انا يا انت انا انجاجمون جيم وابوني حتى نموت. Bonjour Jomena, bon courage et pleine de bijoux de la France. Je l'aime bien, Jomena ma chambre. Merci beaucoup. السلام عليكم, كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديده, فيديو مميزه. اليوم انا فرحانه بزاف عاوتاني باش نشارك معكم لابارتمون ديال المتتبعه ديالي اللي عايشه في الديار الفرنسيه, ولكن لابارتمون كتواجد مدينه الوالديه. حنا دابا يا كنصوروا لكم من هذه المدينه الزوينه, غنشارك معكم واحد لابارتمون اللي تبدلات 180 درجه, غادي تعجبكم بزاف 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 بزاف. كو سوا او نيفو د الفراش, لي ريدو, لابياج, لي شومبر, كلشي غادي يعجبكم ان شاء الله. وانا كنت فرحانه بزاف تعاملي مع المتتبعه ديالي وكليانتي هي والزوج ديالها والعائله الصغيره ديالها, وكنشكركم من كل قلبي على التيموانياج, على الهضره اللي قلتو في حقي. هذيك الهضره راه كتفرحني بزاف بزاف بزاف. وكونوا اكيدين ان اي واحد تعاملت معاه الا وكنخدم معاه بحب, يعني كتكون هذيك النيه الصافيه, يعني هذاك الصالون ولا ديك الدار كنعتبرها داري. يعني راه كاينين في لي كوليس, كاينين دي بتي ديتاي, راه شي حوايج نتوما ما كتشوفوهمش, ولكن انا كنرد ليهم البال وكنوقف عليهم بوغ افواغ هذيك الريزولتا فينال اللي انا بعدا تعجبني باش تعجبكم حتى نتوما. دونك فرحانه بتعاملي معاكم اون جينيرال. شكرا لكم, شكرا لكاع الناس اللي كتواصل معايا, شكرا للمحبه ديالكم. انا عارفه ان اي واحد متبعني الا وكاين الحب بيناتنا, يعني الحمد لله عندنا واحد لا كوميونيتي اللي اكسيبسيونيل اللي ما كنلقاهاش في بلاصه اخرى, اللي كيربطنا كتربطنا كيربطنا الاحترام, الحب, التقدير, بزاف د الحاجات. وديك الثقه الكبيره هي اللي كتخلي هذا العمل اللي حنا كنقوموا به كيخرج في ابهى حله, وكناخذ لو ريسك, لان دي فوا حتى الدقيقه 90 وكنقدر انني نبدل بزاف د الحاجات. والحمد لله انتم كيعجبكم هذاك التغيير, دونك سان في انورميمون بليزير. كونوا اكيدين ان ملي كتبان لي شي حاجه خاصها تبدل اولا خاصها تدخل, راه كنبدلها ولو في الدقيقة 90, وكنكون متأكدة أن هذاك الاختيار اللي درت راه تيكون صائب وغادي يعجبكم بزاف. والحمد لله هانتوما سمعتوا كلشي, سمعتوا التيموانياج ديال لا بتيت فامي ديال كليانتي. شكرا لكم والله إلا كلمات شكر قليلة بحقكم. وهذيك الهضرة هي اللي كتبرد ديك التمارة وداك العناء ديال العمل الشاق ديالنا. شكرا ليكيب ديالي, شكرا للزوج ديالي, شكرا للمحبة ديالكم, وكنبغيكم بزاف. واليوم غادي نخليكم باش تفرجوا وتشوفوا لابارتمون كيفاش تبدلات قبل وبعد. وتحية كبيرة لكاع الناس ديال الوالدية, الله يعمر ليهم الدار وصافي حتى ما كان. دابا قليا نقول لكم يلا هو باش نشوفوا لابارتمون قبل ما نفرشوها, قبل ما نديروا لها لابياج, وعاوتاني غتشوفوها معايا بعدا. كنبغيكم بزاف وغنقول لكم فرجة ممتعة, سو ليتس جو. اول حاجه غنشاركها معكم هو الصالون اللي تيحمقنا حنا جميع, والصالون ديال المتتبعه ديالي تبارك الله كبير ومضوي.
العبار ديال هاد الصالون فيه 3 فيه 5 متر و 12 في الطول على 3 متر و 46 في العرض. الدخله ديالو فيها دو بورت وكيف ما كتشوفوا مضوي بزاف. هاد لا فينيتغ اللي كتشوفوا فيها تبارك الله كبيره يعني فايته 3 متر في العرض، وكانت مسببه واحد المشكل لان كيف ما هي مزيانه كانت كتدخل الشمس بزاف لان ما عندهمش هذاك الالومنيوم اللي تيهبط. دونك حاولنا ما امكن ان هذيك الشمس نحاولوا نهرسوها وفي نفس الوقت الصالون يبقى مضوي. هاد الحيط اللي كتشوفوا فيه كيبان بحال لقراشي شويه، وفي نفس الوقت التلفازه واخا كبيره كتبان صغيره. ان شاء الله هادشي كله غيتبدل وغادي يعجبكم. دابا غنديكم لا شومبر بارونتال. لا شومبر تري سامبل ولكن طلعت تري تري شيك زوينه بزاف. درنا فيها ما قل ودل ولكن الريزولتا كانت زوينه، وحتى لاطوش ديالها الى يعني زاد عطاتها واحد الرونق وواحد الجماليه. اللي هي غتبان لكم لا كويزين. وهنا غادي نشارك معكم لا شومبر ديال لي زونفون او ديال البنيتات اللي تبارك الله كبيره ومشمشه. ودابا جات الوقيته باش نشارك معكم لابارتمون بعد ما فرشناها ودرنا لها لابياج. سو ليتس جو. من دابا غنقول لكم الصالون طلع توب 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 واعر 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 بزاف. ومن هنا غنقول لكم ان الكاميرا ما عطاتوش حقه كيف ما كنشوفوا حنا في الواقع. الصالون تبدل كومبليتمون. اش نقول لكم، لو مارياج ديال لي كولور، لو شوا ديال التيسو، لو موديل، لا ديستريبيوسيون ديال لي اكسسوار، لابياج مورال و لو شوا ديالو. فريمون اون اوزي اختارينا واحد دي كولور اللي شويه ريسكي، ولكن لسباس تبدل 180 درجه. واي بروجي شاركتو معكم الا وسر في النجاح ديالو راه واحد الحاجه بسيطه هي الثقه. غير انا كنقول لكم ثقوا في لا بون بيرسون. انا بالنسبه لي الثقه هي المازوت، كنعطي ماكسيموم والحمد لله دائما الريزولتا فينال كطلع توب توب توب، كنكون فرحانه بها. كيف ما كتشوفوا الصالون ديال هاد الليله خدمناه بلودوسي بومبي ماتلاسي، درنا هاد لا كونسيبسيون اللي طلعت توب واللي خلات الصالون يبان كبير. ما شارجيناش ما عمرناش، وفي نفس الوقت انا لاحظتوا اننا استغليناه وماكسيموم، يعني قدروا العائله تستقبل الضياف ديالها ويقدها الصالون. هنا خدمنا بهاد لي رونجمون باش العائله يكون تكون عندها لا فليكسيبيليتي تبدل لي رونجمون كيف ما بغات. درنا هاد لو كوان فرماجه اللي كيدير لينا داك لغابيل ديال الصالون المغربي، ولكن حنا راه دايرين صالون اوروبي. جينا حتى لهنا درنا هاد الميريديان اغوندي من الجنب، و المطلة ديالو فيكس باش نغيرو شويه على لي كانابي الاخرين. غير واحد الحاجه ان هاد الموديل راه ما كيتصبنش ولكن راه كيتمسح. كونوا اكيدين ان السلعه اللي كنخدم لكم بها هي كاليتي بريميوم، يعني الطوب اللي كاين في لو مارشي كنخدم لكم به. لا في الثوب لا في العود لا في البونج لا في السوكل، في اي حاجه وربي شاهد عليا اي ديتاي كنوقف عليه. هنا غادي تشوفوا لابياج ميغال. لابياج ميغال درت مغامره باش اختارينا هذا الكحل. كاين بزاف منكم اللي غايقول بان الكحل غيظلم غيضيق، داكشي كله ما منوش، ولكن كيدار في دي كونديسيون. هنا عندنا واحد الشرجم تبارك الله كبير فيه 3 متر وزياده وكيدخل الشمس بزاف. دونك باش نهرسوا هذيك الاضاءه يعني خدمنا بلو نوار، جا زوين وجا راقي خصوصا على المباشر. هاد الورقه هذه اللي كتبان لكم حنا خدمناها لاتي، خدمناها باردون مغبغي مات في لو نوار، فهمتوني؟ ما خدمناهاش بغيون اكسبري لان حنا ما خاصناش ديك لا لوميير، خاصنا نطفيو شي شويه. فين درنا لا لوميير في الحيط باش ما يبانش ثاني طافي، درناها في الزاج. اختارينا الزاج فيمي اللي درناه ما بين البارداج والبارداج باش عطانا داك الضو، يعني ملي كتشعل الدريه كضرب الضو في هذاك في هذاك الزاج اي كيفيق لينا داك الحيط. الموبل تي في خدمناه بالنوايي كيف ما كتشوفوا، درنا له البيبان في الابيض. علاش ما خدمناهش كامل في النوايي؟ باش ما نحسوش بان ليسباس مخنوق، هذاك الابيض ضوى لينا داك الحيط.
وبهاد لي زاستوش لي صغارين قدرنا اننا نعرضوا الحيط ونكبروه ونعطيه الفخامه. الدليل هو ان غير التلفازه في البدايه ديال الفيديو كانت كتبان صغيره، الوغ كو دابا كتبان تبارك الله ما شاء الله كبيره. في الاول كانت التلفازه عاليه ما انستالوها مالين الدار يعني الفوق، حنا هبطناها شي شويه ودرناها نيفو وجات زوينه. هنا كنوريكم ميم لا فينيسيون تحت الموبل، ان كل حاجه شاده بلاصتها. اي هاد المغبغ اللي درنا تبارك الله جاب بحال شي لوحه فنيه، ودرنا الغابيل هذاك لو نوار، دخلنا شويه في المخدات في الفرماجه باش درنا الغابيل، هذاك الرماج اللي فيه داك البيج روج بريك كانيل هو اللي كان في الصالون، اي بيان سور البارداج اللي درناه بالنوايي واللي جا اكثر من رائع، والحمد لله يعني حتى العائله اعجبهم هذا الاختيار. اما لي شيغي اللي غيبغيو يعرفوا العبار ديال هذا الحيط اللي درنا له لابياج، العرض ديالو 3 متر و 46 والعلو 2 متر و 77. دونك هادو هما العبارات. هنا غندوزو لي طابل. لي طابل فكرنا مزيان قبل ما نختاروا هاد لا فورم، كان عندنا لو شوا اما نديرو طوابل مدورين اولا كاغي، ففضلت انني ندير هاد الكاغي. علاش؟ لان كاين عندنا شويه العرض او ميم طون لا فورم ديال الصالون كتحتم علينا نديرهم مربعين، وما ندمناش الصراحه جاوا واعرين سورتو على المباشر. خدمناهم باللاطي، ديما كنقول لكم انني راه كنخدم لكم باللاطي ماشي الام دي اف. الام دي اف ثقيل ثقيل وفرشي، اللاطي سي لو بوا، شي حاجه اللي صحيحه واللي غتبقى معاك. الزاج اللي كنخدم لكم به زاج دو برومي شوا، كاليتي مزيانه. هاد الزاج هذا راه سبيسيال لانه فيه دوبل فاس، فاس ميغوار وفاس فومي، فهمتوني؟ وملي كيوصلكم الحمد لله عاد كتحسوا بالفخامه ديالو. كاين الوجه اللي كيبين لك الرماج، وتقدري تقلبي الزاجه غتبين لك ميغوار. صافي العود كيجي هكا نوايي، كيبان فيه داك الرماج وكيجي زوين. الطبله الكبيره درنا فيها متر على متر، والطبله الصغيره درنا فيها 80 باش هكا تاينا جاو الضياف يلقى الواحد على ايش ياكل وفين يستقبل الضيف ديالو. هنا فكرت بزاف باش في الريدو باش ما نديروش شي حاجه اللي غادي ما تخليش الضو يدخل، وفي نفس الوقت ضرق لينا شويه الشميته. داكشي علاش اكتفيت غير بلولا، بغيت انا الصالون يبقى هكا ضاوي، وخدمته بهذيك الطريقه ديال الفاك. والصراحه راه كنخدم لكم باحسن ما كاين في الفاك، والتوب كنخدم لكم التوب برومي شوا. الفاك السكه ديال الفاك راه كاينه السكه اللي كتبلوكا واللي دغيا كتعيا، السكه اللي كندير لكم راه السكه كاليتي ديالها مزيانه بزاف، يعني بحال غندير لداري. هادشي اللي كاين. وبيان سور اي صالون كيخصو شويه ديال لي زاكسيسوار. هذا نيت راه مازال خاصو كيلكو طابلو، ولكن غير هكا راه جاي انيق. حاولت انني نصور لكم الصالون في النهار وفي الليل باش هكا تشوفوا لا لوميير اللي كتدخل في العشيه والشميشه اللي كتدخل، وتبارك الله طلع غزال. واكيد اي صالون كتخصو طريه اللي تكون هماويه، وانا اختاريت هاد الستيل هذا لانه غيتماشى ليا مع الصالون ديال المتتبعه ديالي، حيت حنا عندنا ديك لاطوش البلديه في السوكل في الفرماجه. اختاريت هاد الستيل هذا باش يعطينا الفخامه، وتبارك الله ما شاء الله كاع الدريات اللي كنشارك معكم راه الكريستال البورسونتاج ديال الكريستال اللي فيهم راه عالي بزاف، وكتشوفوا فيهم واحد لابغيونس انكرويابل، وقليل فين غتلقاو هاد لابغيونس في لي ماغازا. التريه اللي كان بارطاجي معكم راه ما عندها حتى علاقه مع التريات اللي كيتباعوا طالعين، هادي هاند ميد كتخدم باليد، الضو ديالها دايز باليد، البلاطو انوكسيدابل ما عمرو غادي يتبدل اولا يتصدى لكم اولا تصوط عليكم البولات ولا شي حاجه. والناس اللي كيكونوا ساكنين حدا البحر اغلبيتهم كيعانيوا من ان الاجهزه الكهربائيه راه كتخسر لهم بسبب الهوميديتي، دونك انا كنقول لكم بان التريه بالضبط ما غتخسرش لكم عن تجربه خاصه، غتبقى معكم 15 و20 عام، وكيف ما شفتوها النهار الاول كيف ما غادي تبقى لان كنخدموها لكم باليد وبحب. اما دابا فغنديكم معايا باش تشوفوا لا شومبر بارونتال كيفاش طلعت. كيف ما كتشوفوا لا شومبر طلعت انيقه بزاف، وديما كنقول لكم ملي تلفوا ديروا شي حاجه اللي هي سامبل باش ما طلعش لكم في الراس. إيه هنا غنحط لكم التصويره ديال الريزولتا فينال من بعد ما تعلقوا لي لوستر سوسبوندو. تبارك الله ما شاء الله
طلعت لا شومبر كتحمق هادوك لي بوندون دوغي حنا كنخدموهم اونينوكس ماشي بالجلد، لان بالنسبه لي انا الجلد كيجيني رخيص وكيهبط من القيمه ديال الحاجه. الوغ تكلفنا بالمطله، المطله اللي كنديروا لكم راها ميديكال الحمد لله كاع الكليان كيشكروها. اي بيان سور لو سومي قسمنا على جوج كيف العاده ودرنا له هذيك لاباغ من القدام، علاش؟ باش كان ايفيتي وانا كان شي مشكل في الدروج. هنا خدمنا ليها لي طابل دو شوفي اون نوايي لاتي نوايي بطبيعه الحال، درنا ليه خدمناهم سامبل، درناهم سوسبوندو باش هكا حتى انا بغات تشطب من التحت ما تحتاج انها تهز وتحط، ودرنا ليهم هاد الزاج هذا اللي كيجي فومي واللي كيعطي واحد الاناقه وكيجي زوين، وكنحافظوا به حتى على العود، يعني الا بغيتوا تشربوا ولا هذا ويتكب الماء ما يتقاش لكم العود ديالكم. إيه هنا غادي نشارك معكم الريدو. خدمت لها انا بلا كولور بلونش اللون الابيض، ننصحكم ديما ديروا اللون الابيض في غرف النوم، علاش؟ انه كيجي زوين كيجي انيق، مازال من تيكونوا جوج ديال التواب التوب التحتاني والتوب الفوقاني، التحتاني ديروه ابيض والفوقاني ديروه الطوب، كيجي زوين ولو ستيل ديالو كيطلع بحال ديال لي زوتيل. هنا خدمنا بهاد السكه اللي كتجي فاك، هاد السكه هادي تري براتيك، ولكن ردوا البال لان السكات فيهم وفيهم، كاين السكه المزيانه اللي معمره غادي تعيا لك، وكاين السكه اللي غضربي بها واحد شويه وغتبلوك. وانتم عارفين ان المحل ديال جمانا ستار معروف بالجوده بالفينيسيون او بالثقه، وهذه هي اهم حاجه بالنسبه ليا. كنفرح بزاف فاش كنتلاقى بكم، فاش كنهضر معكم في التليفون، فاش كنقد معكم لا كونسيبسيون ديال الدار ديالكم، والله العظيم الا كتكون عندي واحد الفرحه كبيره، ونهار الكبير هو فاش كنفرش لكم وكنشوف ديك الفرحه في عينيكم اولا كنسمعها غير في الاوديو كتوصلني ديريكتومون القلب. الله يكبر بكم. شكرا لكاع الناس اللي تعاملت معاهم اللي توصلوا بلي كوموند ديالهم، كنعتذر من الناس اللي مازال ما بارطاجيت لي كوموند ديالهم، ماشي حيت ما زوينينش ولكن بالعكس راه حيت ضغط العمل ولينا كنديبلاصاو بزاف. شكرا للجاليه المغربيه المقيمه ديال الاوروبيه على الثقه ديالها، واحد الثقه كبيره ما يمكنش تيقول لك الانسان كيتصل بك يقول لك انا تايق فيك دير لي بغيتي، دونك هذه ماشي سهله. فوالا دونك شكرا كاع الناس ديال النرويج ديال السويد ديال المانيا ديال بلجيكا هولندا فرنسا امريكا سويسرا انجليزا، عاد وصلنا لشي دول ما عمري كنت كنحلم في حياتي انني نوصل ليهم، وهذا الشيء كله الفضل كيرجع لكم من بعد الله عز وجل. شكرا للناس ديال القنيطره ديال اليونس، صراحه ولا عندنا واحد الهلال الكبير في اليونس. الله يكبر فيكم الناس ديال فاس ومكناس ديال الناس ديال اكادير الناس ديال طنجه اكيد الناس ديال تماله بطبيعه الحال، شكرا لكم الناس ديال المغرب كامل لهلا يخطيكم عليا. ودابا غنديكم لا شومبر ديال لي زونفون اولا ديال البنيتات. خدمنا هاد لو موديل ماتلاسي، العبار ديالو 90 على متر و 90، كنا في الاول درنا 2 متر ولكن باش نخليو الباساج درنا غير متر و 90 وراها كافيه. الوغ بالنسبه لهاد لي تيت دو لي راه كلهم فيهم الغونجمون، الغونجمون في هاد الايام الاخيره اولا في هاد السنوات الاخيره ولا شي حاجه اللي هي بريمورديال كينفعكم بزاف، كتخبيو فيه المخدات كتخبيو فيه لي زور ديال الوليدات الحويجات ديال الشتاء اولا ديال الصيف، المهم راه كينفع بزاف. وهادو لي ماطلا اللي تكلفنا بهم هادو راهم ماطلا ميديكال، كيطلعوا رخاص وكتطلع الكاليتي ديالهم زوينه بزاف، واي واحد خداهم من عندنا في المحل ديالنا الا وراه كيشكرهم مليون بالمئة وكيعاود ياخذهم لعائلته. دونك فوالا ملي كنخدم لكم الناموسيه بالغونجمون راه كنخدمها لكم كاليتي، وما تقولوش راه واحد غتهرس ولا غتعوج ولا طري فيها شي حاجه، لان الحاجه ملي كتخدم بروفيسيونيل راها كتبقى لكم، وكيف ما كتشوفوا الراس راه تبارك الله مهبر وغليظ، يعني ماشي دوك لي تيت دو لي اللي كيجيو رقاقين وما فيهمش ريحه البونج نهائيا. نتوما كتعرفوني من نهاري كنبغي الحاجه اللي كتكون مهبره كتجي هماويه ومنخويه. ودرنا لهم حتى هاد المخدات، تكلفنا بدوك لي زوغيي المخدات اللي غينعسو عليهم، ودرنا لهم مخدات ديكوراتيف باش هكا لا شومبر تحسو بها بحال لا شومبر ديال لي زوتيل، والبنيتات فاش يجيو يفرحوا بالبيت ديالهم. وحاجه اخرى كنبغي نشكر الميمات اللي متبعيني في القناه، الله يكبر بكم الله يخلي لكم الصحه ديالكم، شكرا على الديوات ديالكم، كنبغيكم من كل قلبي وكنكون فرحانه بزاف فاش كنشوفكم وكنتلاقاكم. وشكرا لكاع الميمات اللي كنت ديجا فرشت لهم هذه عام ونص وعيطوا ليا باش نفرش لهم ديور ديالهم اخرين، دونك كنبغيكم من كل قلبي. الفيديو ديالنا سالات صراحه، ما سخيتش لابارتمون طلعت كتحمق، كنتمنى تكتبوا لي الراي ديالكم في التعاليق.
رمي كنقول لكم كتحمق، راه حيت ماشي حيت زعما حيت حنا اللي صايبناها، قسما بالله على العظيم ماشي هكا، ولكن حيت انا اللي كنشوف اشنو قدامي، ساشون كو الكاميرا كتظلم ما كتعطيش الحاجه حقها. بعدا حنا بعدا عندنا الكاميرا ما كتعطيش الحاجه حقها، وكنصور زعما باحسن ما كاين، ولكن راه في المباشر راه شي حاجه واعره بزاف بزاف بزاف. كنقول للمتتبعه ديالي صحتك وراحتك، كنقول لكاع الناس اللي ما كتبش انني نبارطاجي الصالونات ديالهم بالصحه والراحه. اللي ما كيخلينيش نبارطاجي هو الوقت فقط، اما راه نتوما عارفين الناس اللي ليفريتهم راه عارفين ان راه كاين بزاف ما نبارطاجي معكم، ملي كنلقى وقيته راني كنشارك معكم. كنبغي نقول لكاع الناس اللي تواصلوا معنا واللي شادين لهم لي بروجي ديالهم، ان شاء الله حتى نتوما تكونوا تري ساتيسفاي بالخدمه ديالنا. والناس اللي ما قدرناش اننا نجاوبوهم في الواتساب، غير عاودوا تواصلوا معنا وصبروا شي شويه وصافي، لان راه الحاجه الزوينه كتبغي شويه ديال الصبر. راه ماشي حيت انا ما كنبغيش نجاوبكم، قسما بالله ماشي هكا، كنكرش نبقى نهضر معكم كامل النهار كامل. والناس اللي مدوزين لي كوموند ديالهم معايا اونغاجين معايا راه عارفين كيفاش دايره، يعني انا ما تنملش، يعني واخا نكونوا درنا كونسيبسيون وكملناها وقدينا كلشي وجيت لهذا وتقول لي بغيت نبدل كلشي وبغيت نعاود جي با دو بروبليم. بالعكس انا الهدف عندي هو تكوني مقتنعه والريزلت فينال تكون عجبانه بجوج، هذا ما كان. دونك شكرا لكم. وحاجه اخرى هي الناس اللي زعما نيت في نطاق ديال هاد القضيه ديال التليفون، وكاينين الناس اللي كيصيفطوا وباقي ما كنجاوبهمش، انا راه ما دايراش شي اسيستونت اللي زعما تعاونني. علاش؟ تو سامبلومون حيت انا اللي غادي نفهمكم، ما عرفتش واش فعلا خاصني نديرها، تكتبوا لي لتحت في التعليق. مي بوغ لانستون ما عرفتش، كنحس بان انا اللي غنفهمكم وانا اللي غادي نعرف الحاجه اللي كتبغيوها. ومهم ما عرفتش، المهم نتوما قولوا لي انا بغيت ندير اسيستونت اللي تبدا تجاوب على التليفون في الوقيته اللي انا كنكون هكا مديبلاسيا ايتو، قولوها ليا وانا راه زعما انا معاكم ما كاين حتى مشكل. مي غير ما تقولوش ان هذه راه ما بغاش تجاوبنا لا سوء الظن ما كان ما ديروش، واخا انا عارفه لا كوميونيتي ديالي ما عندهاش سوء الظن وكتقدر، مي بون بغيت نوضحها لكم وصافي. دونك ان شاء الله مازال غتشوفوا معنا بزاف ديال البروجي، غتشوفوا معنا الجديد، والله كنوعدكم كاين بزاف ديال الحاجات الجديده غتشوفوها معنا، غير كل حاجه راه عندها وقتها. وكنشكر كاع الناس اللي كيتبعونا من النرويج، من امريكا وكندا وهولندا وبلجيكا، شكرا لكم. الحمد لله حنا وحتى الناس ديال المغرب اكيد، والناس ديال ايطاليا وفرنسا، كنعتذر الى نسيت شي حد وسمحوا لي هضرت بزاف، ولكن الحاجه اللي بغيت نوصل لكم ان اكثر حاجه كتعجبني ان ملي كنخدموا اونصومبل كنبقاو خوت، كنبقاو عائله، يعني تجيو تسولوا عليا، الناس اللي كيدخلوا من الخارج كيجيو حتى لعندي المحل غير باش يشوفوني، دونك سي تري توشون. وهادشي زوين والله، هادشي زوين اللي بيناتنا، وكنتمنى ديما يبقى بحال هكا، لان انا كشخص كنرتاح في الخدمه بهذه الطريقه، فهمتوني؟ شويه ليومانيتي، شويه البروفيسيوناليزم باش هذاك الشيء كيطلع زوين. والحمد لله راه كندخلوا في صداقات، كاين اللي كتعاود لك حياتها، كاين كتولي ماشي غير في الفراش وان حتى في لافي بريفي، يعني المهم ما عرفتش كيفاش نوصلها لكم، كنوليو صحاب. دونك شكرا لكم، عارفه راسي طبت في هاد الهضره هذه، ولكن كان ضروري خاصني نشكركم. كنشكر الميمات على الدعوات ديالهم، كونوا اكيدين ان الدعوات ديالكم هما اللي تحفظونا، وكنبغيكم وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. وتحيه خاصه للناس ديال طنجه، عندنا بزاف ديال البروجي في طنجه، والناس اللي اونغاجين معنا راهم حرفين راسهم، الناس ديال اكادير، ديال الرباط، ديال فاس ومكناس، المهم كلكم كلكم شكرا لكم. ان شاء الله اي حاجه وصلنا ليها او حققناها في حياتنا فالفضل كيرجع من بعد الله عز وجل كيرجع ليكم، وانا عارفكم اي حاجه غنوصل ليها غتكونوا فرحانين ليا وغادي تدعيو معايا، انا عارفه لان بيناتنا حب كبير، وهذا الشيء اللي كيخلي اي حاجه كنخدمها لكم كتطلع زوينه بزاف،
حيت والله القسم الا كنخدم عليكم بحب. مهم انا عارفه متبعيني البكايات، انا هي الشفه ديالكم، مي خصكم تعرفوا واحد الحاجه، مرضي الوالدين ما عمره غادي يخيب، واخا يعياو ما يحفروا ليه، وديما ديروا النيه وخليوا قلبكم بيض، جامي تحسدوا شي حد، جامي تدخلوا راسكم بدوك المقارنات، او كونترير ثقي في راسك وبغي راسك وامني بداكشي اللي كديري، والله يسر لكم كاملين حياتكم، والله يسر للجميع، وحتى الناس اللي ما كتبغيناش الله يسر ليها. وهذا مكان طولت عليكم، كنقول لكم تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. سو باي باي.